هذا سائل من السنغال يقول: هناك شباب يتكلمون في حق الشيخ يحيى الحجوري بأنه يشكك الناس في أمور عقيدتهم وغير ذلك، ويقولون ولا يجوز مجالسته ومجالسة كل من يستمعون له أو يدافعون عنه. نريد منكم النصيحة والتوجيه. هؤلاء إما أن يكونوا ما عرفوا منزلة هذا العالم، وما عرفوا ما هو عليه من الاستقامة على الكتاب والسنة، أو أنهم فتحوا أسماعهم لكل حاقد أو حاسد. ومثل هؤلاء ننصحهم أن يتقوا الله عز وجل. والشيخ يحيى هو عالم من علماء المسلمين، يصيب ويخطئ ويعلم ويجهل، وليس معصوما من الخطأ، لكن ليس عنده ما يشكك في العقيدة، فهذا كذب، هذا باطل، هذا من الغلو في الأحكام، هذا من التجاوز في حق هذا العالم وأمثاله. وعلى هؤلاء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى. من كان عنده علم فليتكلم بعلم أو يسكت. وكم تكلموا بأشياء نحن نعرفها ونفهمها جيدا، والله إنها كذب. كيف ينسبون إلى الشيخ يحيى أنه يقول: أنا ما أقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بدليل؟ هذا هل يقول مسلم؟ وينسبون هذا القول إلينا، ينسبونه إلينا، وأن الشيخ يحيى أقر ما في كتابتي ونشر. هل هذا، هل سمعتم يوما من الدهر أننا نقول نحن أهل القرآن ليس أهل سنة؟ نعم، نتكلم أهل القرآن وسنة، كتاب وسنة، كتاب وسنة في سائر مجالسنا، وليس هذا من باب حمل المجمل على المفصل أبدا، وإنما هي مغالطات وافتراءات وكذبات إلى غير ذلك، لأنه في الموضع الذي اقتنصوا عبارة هم حرفوها على ما يريدون في أولها في آخرها، والاستدلال بالكتاب والسنة موجود، استدلال بالكتاب والسنة موجود. فالشاهد النصيحة أننا نتحرى في أقوالنا وفي أحكامنا الحق، وأن نراقب الله عز وجل في ذلك، ولنعلم أن الكلام الباطل ممن صدر لا يكون له تأثير، والكلام الحق ممن صدر يكون له تأثير. فالحق ليس بالكثرة، الحق ليس بالضخامة، الحق ليس بالعدد، الحق ليس بالزخارف، لا والله، وإنما الحق ما كان قائما على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فهذا من جاء به فهو المنصور، وغيره مقهور بإذن الله عز وجل، لأن الله يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ويقول الله عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وقال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال الله: وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. شيخنا يحيى ولله الحمد عرفناه
من زمن شيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، ومن ذلك الوقت وإلى يومنا هذا وإلى ساعتنا هذه ما نعرف عنه تغييرا ولا تبديلا أبدا، لا في مجالس الخاصة ولا العامة. وأما كونه يخطئ فهذا سائر العلماء يخطئون ويعلمون ويجهلون ويصيبون ويخطئون، وما نعلم عنه إصرارا على خطأ بين واضح علمه أبدا، بل قد يحصل في بعض كلامه مثل ما يحصل لبعض أهل العلم فينبه ويوضح، وهذا شيء ملموس محسوس معلوم منه حفظه الله ورعاه. ولهذا كثر الكلام عليه وما تجد لكلامهم أي تأثير، ما تجد لكلامهم أي تأثير فيه، لأنه كلام بباطل. ولو قالوا فلان وفلان وفلان والعالم الفلاني والفلاني هذا ما يأثر. فلهذا ليكن المسلم مطمئنا للحق مستمسكا به ولا يبالي بمن خالفه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه الساحة واضحة، انظروا من هم أكثر الناس عناية بالعلم وبذل العلم ونشر العلم، من أكثر الناس جلوسا لتعليم الناس ودعوة الناس من غير أموال، من غير جمعيات، من غير مؤسسات، من غير شحافة ولا مسألة، من؟ أهل السنة والجماعة الذين كانوا في دماج، والذين هم حسنة من حسنات الإمام المجدد مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، ما غيرنا ولا بدلنا. هي نفس تلك الدعوة التي أسسها على الكتاب والسنة ولم يكن منشئا لشيء جديد، بل هو سائر على الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة. وأول ما جاء العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وجلس على الكرسي جاء بعد وفاة شيخنا رحمه الله، كانت كلمته في الضحى وبعد الفجر، فأول ما تكلم قال: وضعتم على الطريق فسيروا، وضعتم على الطريق فسيروا، نعم أي على الطريق الحقة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فهؤلاء نحن نقول لهم: ارحموا أنفسكم، كلامكم وكلام غيركم في أهل العلم لا يضر، إنما الضرر عليكم. وأما صاحب الحق وصاحب الفضيلة وصاحب الخير وصاحب العلم وصاحب الفقه وصاحب الدين والاستقامة ما تكلموا فيه فهذا لن يضر، لن يضرهم. والجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كذا روي عن ابن مسعود غير واحد من أهل العلم. وشيخنا يحيى رحمه حفظه الله أثنى عليه شيخه ومعلمه ومربيه المجدد مقبل ابن هذا الوادع رحمه الله، شهد له بالزهد وبالتقى وأنه محدث وأنه فقيه، شهد له بالعلم، شهد له بأن كتاباته فيها فوائد شد لها الرحال، شهد له بمحبته له ومحبة إخوانه له، قال: لبغضي الحزبية وتحذيري من الحزبية، فشهد له بما يعلم ويكفيه أنه أوصى أن يكون خليفة له على كرسيه الذي هو أعظم تركة تركها على كرسيه، وقال: فإنه ناصح أمين. وهذه تزكية جليلة من هذا الإمام لهذا لتلميذه البار العلامة الشيخ يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله ورعاه. ولهذا ولله الحمد لا يزال الخير في ازدياد،
والناس في إقبال ومحبة، وكثير من الناس تغيرت أفكاره وأنظاره وعرف الحقيقة التي كانوا يلبسون بها عليهم، عرفوا الحقيقة. وكم من شخص الشيخ لما ذهب في رحلته إلى ساحل حضرموت وإلى المارة، كم من شخص جاء ويطلب من الشيخ المسامحة وأن يعفو عن ما جرى منه، وفي غير ذلك من الأماكن، وهكذا يأتون إلي الآن وهو في شحوح في مسجد إبراهيم، يسلمون علي ويحضرون له ويستمعون له ويشيدون بما رأوا، وأن الكلام المنقول ما في ولا 1% من الصحة، ولا 1% من الصحة، وأنه يطعن في السنة، وأنه يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينتقص الصحابة، وأنه مع الرافضة، أعوذ بالله، مع الرافضة الباطنية قلبا وقالبا. أنا لا أدري أين عقول هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام، وأين عقول من يستمع لأمثال هذا الكلام. وكلام شيخنا موجود مسموعا ومكتوبا بما يقطع على المتشكك المضطرب، يقطع عليه الشكوك في ذلك.